شفناه في عملية التحويل من NFA ل DFA، ناخذ عليها اليوم إن شاء الله أمثلة. في أحد عنده أي سؤال قبل؟ Convert the following NFA to DFA. اوكي، في عندنا هون Q0 AB بتروح ل Q1، بعدين هاي بتروح ل Q2، هون لمدة وهون لمدة. Let's say عندي هاي ال NFA نحولها ل DFA. قلنا ايش اول خطوة نسويها يا شباب؟ نوجد ال close state، نطلع ال close. Exactly، نطلع ال close. ايش ال close لل Q0؟ Q0 و Q2. اول شيء ال close لاي state هو نفسها بلس كل الستيتس اللي بقدر اوصل لهم من هاي الستيت بلمدا اللي هو Q2. تمام؟ طيب في ستيت تاني بقدر اوصلها بلمدا؟ Q1. لاحظوا عندي انا لمدا بتوصل ل Q2، لمدا بتوصل ل Q1. ف Q0 خلينا نحطهم بالترتيب Q1 Q2. طيب ايش الكلوز للQ1؟ بس Q1. بس Q1. وايش الكلوز للQ2؟ Q2 وQ1. Q2 نفسها وQ1. نحط Q1 Q2. الخطوة الثانية بنبني التابل الترانزيشن تابل تاع دي اف اي. دي اف اي اللي حتنتج معي من عملية التحويل. أول ستيت بنحطها هون إيش هي يا جماعة؟ اللي هي الكلوز اللي طلعناها للكيو زيرو، اللي هي الكيو زيرو وكيو ون وكيو تو. ممتاز، الكلوز للستارت ستيت. هلا أنا المفروض أنا أحطهم كمجموعة، بس إحنا اختصارا يا جماعة اختصارا نحطهم جنب بعض Q0 Q1 Q2 عشان ما نضل نستخدم رمز المجموعة. سو مقصود فيهم set مجموعة بتحتوي Q0 Q1 Q2. طيب إيش الألفابتس اللي عندي؟ عندي A وال B.
هلا بيجي بناخذهم واحده واحده. q0 مع الـ a وين بتروح؟ q1. q1 باجي باخذ الكلوز تاع q1. تمام، كلوز تاع q1 هو q1 نفسه. بعدين هل q0 مع الـ a بتروح على مكان ثاني؟ لا، بس على q1. الكلوز تاع q1 q1 نفسه. بعدين باخذ q1 مع الـ a. q1 مع الـ a وين بوديني؟ على q2 و q1. على q1 و q2. الكلوز تاع q1 هو q1 نفسه، و q1 مع الـ a كمان متوديني على q2، و q2 الكلوز تبعها q1 و q2، فمنضيف كمان هون q2. اوكي، باجي على q2 مع الـ a. q2 مع الـ a في عندي ترانزيشن اسمه a طالع من q2؟ لا، فصفت الـ q0 q1 q2 مع الـ a بتوديني q1 q2. هلا بنرجع بناخذها مع الـ b. q0 مع الـ b وين بتوديني؟ على q1. الكلوز تاع الـ q1 q1. الـ q1. هلا بناخذ الـ q1 مع الـ b. q1 مع الـ b بتودينا على اي مكان؟ لا، q1 طالع منها بس تنتين a مش طالع منها b. ناخذ الـ q2 مع الـ b. الـ q2 مع الـ b وين بوديني؟ q1. على q1. ايش الكلوز تاع الـ q1؟ q1 نفسه. واضح يا جماعه؟ هلا مين النكست ستيت اللي بناخذها هون؟ الستيت الجديد اللي طلعت معي، اما q1 q2 او q1. خلينا ناخذ q1 q2. q1 مع الـ a، q1 مع الـ a بتوديني على q2. الكلوز تاع الـ q2 q1 q2. طيب اخذنا q1 مع الـ a، q1 مع الـ a وداني على q2، اخذنا الكلوز تاع الـ q2 اللي هو عبارة عن q2 و q1. ليش الكلوز تاع q2 a a q1؟ لأنه في عندي لمدة. تمام، ناخذ q2 مع الـ a. ما عندي q2 مع الـ a، الـ q2 مش طالع منها a، صفت q1 q2. هلا بناخذ q1 و q2 مع الـ b. q1 مع الـ b، هل q1 طالع منها b؟ لا، لا ما في. q2 مع الـ b توديني على q1، بتوديني على q1. ايش الكلوز تاع الـ q1؟ q1 نفسه. q1 هلا بناخذ الـ q1. q1 مع الـ a بتوديني وين؟ على q2. ايش الكلوز تبع الـ q2؟ q1 q2. بعدين باخذ q1 مع الـ b. في عندي q1 مع الـ b، هل عندي q1 مع الـ b يا شباب؟ لا ما في دكتور. فاي، تمام. طبعا الفاي دائما ب a و b بتوديني على فاي، يعني ما في داعي نحطها. بعدين نيجي بنرسم الرسمة.
ايش الستارت ستيت عندي هون؟ q0 q1 q2 الستارت ستيت مع ال a تودينا على q1 q2 ومع ال B بتوديني على Q1 هلأ بنيجي Q1 Q2 مع ال A وين بتوديني Q1 و Q2 الأول على حالها تصير Q1 Q2 مع ال B لا Q1 طيب هلا Q1 مع ال A هتودينا على Q1 و Q2 و Q1 مع ال B 5 و Phi مع ال A وال B طيب ايش ضل عندي شباب نحدد الفاينل ستيت ضل إن نحدد الفاينل استيت كيف نحدد الفاينل استيت باجي بحكي ايش الفاينل استيت الأصلية بالـ NFA كانت عندي Q2 Q2 معناته أي استيت بتحتوي أي استيت فيها Q2 هي فاينل بالتالي هاي فاينل وهاي فاينل هذول الـ two states final تمام؟ هلأ لاحظ أي string accepted من هاي الـ NFA حيكون accepted من هاي الـ DFA فلازم الـ language إنه كان هاي اسمها المشين M1 وهاي المشين اسمها M2 لازم الـ language اللي بتنتج عن المشين M1 تساوي الـ language اللي بتنتج عن المشين M2 إذا طلع عندك string هون accepted وهون rejected أو هون accepted وهون rejected بالعكس يعني بطلع معناته في عندي مشكلة بالتحويل لازم the two machines represent the same language تمام؟ دكتور بالنسبة لتسمية الستيت بعد التحويل دكتور ما في مثلا طريقة إني أغير طريقة تسمية الستيت؟ عادي تسميها زي ما بدك يعني مثلا انا هلا Q0 Q1 Q2 مش مثلا انها كبيره شوي مثلا لو ان اسميها بمسمى مثلا هاي الاسماء بس مجرد عشان نبدي الدي اف اي بعد ما ابنيها عاد تعال غيرها شيل هاي من هون هيك مش عاجبك الاسم اوكي نسميها Q0 وهاي نسميها Q1 إذا الاسم غلبك ما عندناش أي مشكلة إحنا وهاي سميها اللي هو Q2 فرقت DFA ما فرقت الستيت الاسم تاعها ليبل بس لو سميته Q0 Q1 Q2 ولا Q0 وهي Q1 وهي Q2 ما هتفرق معي اسم الستيت ما بيعني ولا إشي بالنسبة لنا بس هو بيساعدنا عشان لما نيجي نمثلهم أنا مجرد إن أنا حولتها خلص بقدر أعطي اسم جديد هون بقدر أسميه Q0 وهي أسميها Q1 وهي أسميها مثلا Q2 صير؟ تمام؟ تمام طيب هلأ لاحظ هون هل اللمدة accepted بالـ NFA؟ هل اللمدة belong للـ L of M1؟ accepted طيب هل اللمدة accepted
ب L of M2 accepted. accepted. لو تأخذ أي string هون accepted لازم يكون accepted هون. خذ أي string هون rejected لازم يكون rejected هون. تمام؟ يعني إيش ممكن يكون في عندي string rejected هون؟ مثلاً لو أخذنا مين أعطيني string rejected؟ AAB مثلاً. AB لو أخذنا AB لاحظوا AB هون rejected. AB does not belong ل L of M1. جرب هاي A بعدين B. B وين بوديني؟ ما عندي مجال أروح B أي محل. أنا واصل على Q1 تمام تمام أنا واصل على Q1 وما في عندي B. هنا A وهنا A. هاي باث. مين يعطيني باث تاني ممكن أجربه لل AB؟ عشان بال NFA عشان نعمل reject لازم نجرب جميع الباثز الممكنة. مين يعطيني another path لل AB غير إن أنا أمشي هيك من Q0 ل Q1 بعدين أحاول أجيب ال B؟ ما بقدر. مين يعطيني باث تاني؟ عن طريق لمدة ممكن. Exactly. أمشي من Q0 ل Q2 بلمدة بعدين أخذ كمان لمدة بعدين أجرب الـ A. تمام؟ هي بقى أنا ذربة. بقدر أجيب B من Q2. بقدر. هي B. بس وين وصلني؟ بعد ما قرأت AB. تبهتوا للباث اللي أنا سويته؟ لمدة لمدة A. وصلني لـQ1. وصلنا لQ1. Q1 مش accepting state فrejected. طيب هون هون لاحظوا الـ AB لازم ما في عندي خيارات. AB وصلني وين؟ على Q2. Q2 مش accepting state فبرضو rejected. فبرضو الـ AB does not belong لل language of M2. خد أي string بالدنيا accepted هون لازم يطلع لي accepted هون. rejected هون لازم يطلع rejected هون. إذا جبت string واحد على الأقل accepted هون ورejected هون أو العكس معناته هذا التحويل غلط. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. اوكي طب ناخذ انذر اكزامبل من الشيت الورك شيت اللي معنا اللي هي ورك شيت نمبر 3. يعني حلينا 1 و 2 كاملين. 1 نزلت حلها حنزل كمان اليوم حل ال 2. ال 3 اشتغلوا عليها بليز. نجرب هاي. عندي من Q0 تمام 0 1 1 وعندي هنا 0. ناخذ هاي إذن convert to DFA. أول إشي ليش هاي مش DFA؟ طالع منها سهمين واحد. طالع من وين سهمين ولا سهم واحد؟ كيف؟ Q0 طالع منها سهمين واحد وطالع منها تلات أسهم. Q0 طالع منها سهمين الليبل تبعهم 1. يعني Q0 بلاش نحكي سهمين عشان نحكيها صح. طالع منها two transitions إلهم نفس الليبل اللي هو 1.
تمام؟ Q1 طالع منها 1 transition، المفروض يطلع منها 2، لأنه إيش الألفابيت عندي هون؟ 0 و 1. Q2 مش طالع منها ولا سهم ولا transition، فهي نفعه نحولها لـ DFA. أول خطوة في داعي نعمل close؟ سؤال، في داعي أعمل هنا close؟ لا. ليش؟ لأنه ما في عندي لامدا transition، فأنا عندي كل state هي close لنفسها، الـ Q0 الـ close للـ Q0 Q0 والـ close للـ Q1 Q1 والـ close للـ Q2 Q2. واضح؟ لما يكون ما عندي لامدا ترانزيشن ما كده أضيع وقتي أروح أعمل لامدا، أروح أعمل كلوز، لأنه كل ستيت بتكون هي الكلوز لنفسها. نروح على الخطوة الثانية، نبني الترانزيشن تابل أوف دي أف إيه. اوكي ايش الستارت ستيت عندي؟ كيو زيرو. كيو زيرو ايش عندي هون؟ زيرو وان. كيو زيرو مع الزيرو وين متوديني؟ لكيو زيرو بس. بس Q0 yes. Q0 مع ال1 Q0 و Q1 تمام. عندي new states yes Q0 Q1 تمام. عندي new state yes له Q0 Q1. طيب Q0 Q1 مع 0 ومتوديني ناخذ 0 مع 0 Q0 already مطلعينها. Q1 مع 0 لـ Q2. Q0 مع الـ 1 already مطلعينها. Q0 مع الـ 1 already مطلعينها. Q0 Q1. Q1 مع الـ 1 ما عندي. هل طلع معي new state؟ Yes. عندي هاي اوكي تاكن وهاي اخذناها. ضل عندي 01 اخذناها 0 q0 q2 0 مع 0 q0 2 مع 0 5 تمام. 0 مع ال1 q0 q1 اي q0 مع ال1 q0 q1 2 مع ال1 ما بتروح محل 5. ضل عندي النيو ترانزيشنز؟ لا لا كله اخذناه. اخذناه نروح نرسم نعمل درو q0 لوب بالزيرو وبال1 وتروح على 0 1. تمام 0 1 مع 0 Q0 Q2 تمام Q0 Q2 و 0 1 مع ال1 Q0 Q1 لوب 0 2 مع 0 Q0 و 0 2 مع ال1 0 1. طب مين final state؟
الفاينل ستيت حتكون اي فاينل ستيت موجود فيها كيو 2 بالحاله تعبنا هون كيو 0 كيو 2 تمام. هلا لاحظ لما طلب بالسؤال ايش اللانجوج اللي تمثلها فعليا هاي ايش ال تمثل ايش هاي اللانجوج تمثلها هتعطيني 0 0 1 كله to the power n string followed by 1 0 exactly all strings that ends with 1 0 all strings ends with 1 0 بعد 1 0 بشوف إشي لا بقدر أحكي all strings ends with 1 0 بقدر أحكي هيك كمان عبارة عن W مش هبقى مثلها بW بعدين 1 0 where W belong 0 1 star then W followed by 1 0 where W هي أي combination من 0 وال 1 تمام؟ لاحظوا لما أجي أرسمها NFA برسمها أنا مغمض ال W هو عبارة عن loop 0 1 بعدين بنهيها سوري بعدين followed by 1 0 ال W أي combination من 0 وال 1 بعدين ال 1 0 مباشرة Q 0 بتروح ل Q 1 ب 1 و Q 1 بتروح ل Q 2 ب 0 سهلة جدا لما أرسمها NFA بس لو اجيت بدي ارسمها دي اف اي هلاقي في صعوبه انا عندي هون 0 1 بعدين بدي اخذ 1 مظبوط فهون مرات كثير لغات اسهل اني انا بدل ما اقعد افكر واحاول ويطلع معي شيء غلط اعملها ان اف اي بعدين احولها لدي اف اي تمام يا شباب بعض اللغات أسهل لي لاحظ هون مستحيل أقدر أوصل للفاينل ستيت إلا عن طريق 1 0 الون زيرو بس هي اللي بتوصلني للفاينل ستيت مستحيل يعني أنهي السترينج إلا ب 1 0 هلا اذا بعد ال 1 0 في عندي شيء ثاني برجع مره ثانيه تمام يا شباب تمام دكتور ناخذ another example مين يقدر يوصف لي هاي اللانجوج؟ W A V W A V
في. طيب ايش ال W؟ اي combination من A و B. وايش ال V؟ A or V or B. يس بقدر اوصفها هيك. W A B، ال W هي عبارة عن A B star، لاحظ أي combination، بعدين A إجباري، بعدين ال V هم لاحظ مش star هون، هم A أو B. من أعطينا وصف ثاني. من استخدم regular expression للوصف، أنا بقدر أوصفها هيك أنا، A أو B. star A followed by A أو B. هاي معناها or. A or B star هي نفسها هاي اللي هي A B star، بس هون نستخدم إشي اسمه regular expression، هنحكي عنه chapter كامل. تمام، إذا هون أي combination من ال A وال B بعدين followed by A بعدين بنهيها إما بـ A أو B. طيب مين يعطيني كمان وصف؟ مين يعطيني كمان وصف لهي اللانجوج؟ حكي يعني in English هيك. ممكن أقول دكتور all strings end with A or B. كل string تنتهي إما بـ A أو B صح؟ انت هون كأنك عملت لي الفابت ستار صح؟ او الفابت بلس. هلا في عندك سترينج مكون من A و B اما بنتهي بـ A و B صح؟ فانت هيك جبت اشي جينيريك على الاخير يعني. يعني اعطيك اشي بنتهي بـ A و B ومش موجود هون. على سبيل المثال بي بي موجود عندي هون. لا مش موجودة. اي ماشين ام 5 نسميها. هل بي بي بيلونج لللانجوج اوف ام 5؟ لا، مع انها بتنتهي بي، بتحكي بينتهي بي او بي. لاحظ وين الشرط عندي انا؟ كان بالنص الشرط، مش بالنص عند الاي. ما بقدر اعتبره نص. هلا هذا هون من كيو 1 لكيو 2 ايش بعطيني؟ ايش بيعمل لي؟ من Q1 ل Q2 ايش بيعمل لي؟ one character، بس one character. تمام، يعني هذا عبارة عن الحرف الثاني من الأخير، ال A الحرف الثاني من الأخير. Q0 هون تعطيني anything، أي combination، يعني أي string اللي الحرف الثاني من الأخير هو A. يعني all strings that have second character from end. أنا هون بحكي الحرف الثاني من الأخير، second character from end is A. إذن طبعاً based على إنه الألفابت اللي عندي AB، لما أحكي لك all strings ما بقصد فيها كل strings اللي بالعالم، بقصد فيها كل strings اللي defined over الألفابت AB. All strings defined over الألفابت اللي هي AB. كل strings اللي بقدر أكونهم من AB that have second character from end is A. واضح؟
واضح دكتور. تمام. طيب كيف نحولها هاي إلى دي اف اي؟ في داعي أعمل كلوز؟ ما في داعي، كل كلوز كل ستات هي كلوز نفسها. يعني عليك كل كلوز كل ستير كلوز نفسها، فما في داعي أعمل كلوز، بروح دايركت على ترانزيشن تيبل تاع دي اف اي. نرسمه على السريع، بنقول هون عندي كيو 0 والالفا بت اللي عندي A أو B. طيب Q0 مع الـ A؟ Q0 أو Q1؟ Q0 Q1. Q0 مع الـ B؟ Q0. Q0. مين طلع معي New States Q0 Q1؟ Q0 مع الـ A already Q0 Q1 مطلعينها. Q1 مع الـ A؟ Q2. U0 مع الـ B؟ already مطلعينها. Q1 مع الـ B؟ Q2. 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 هل عندي new states؟ أخذنا Q0 وأخذنا 01، ضل عندي 012 و 02. نأخذ 02، 0 مع الـ A، 0 مع الـ A، 01، Q2 مع الـ A، ما عندي Q2 في شيء. هذا هون التو مش طالع منها لا A ولا B. الزيرو مع ال B طلعينها Q0، وتو مع ال B ما فيها اي شيء. ضل عندي new states، هاي اخدينها، ضل في new state، ضل عندي 0 1 2. هلا لاحظ 0 1 2، يعني لو اخذت كل الستيتس اللي هون بقدر احطهم هون وريح حالي، لانه هاي 0 هاي 0 1 هاي 0 2، فبعمل ايش؟ فيعطيني هذول كلهم اللي هو Q0 Q1 Q2 مع ال B. ايش هيعطوني؟ Q0 Q2 Q0 Q2 Q0 Q2. في طلع معي new state؟ لا، نتوقف، نرسم الرسمة. طبعا بقدر أسميهم أسماء جديدة إذا أنا متغلب مش حابب أستخدم هاي الأسماء، بس مديش ألخبط. ف start state تكون Q0، من الـ A بتروح 01، والـ B loop على نفسها. تروح على 01، 01 مع الـ A بدها تروح ل 012، ومع الـ B بتروح ل 02، مع الـ B بدها تروح ل Q0 Q2، و مع الـ A هتروح ل 0 1 2 Q0 Q1 Q2. طيب هلا 02 مع الـ A، 02 مع الـ A هتروح ل 01، و 02 مع الـ B
اضرب 12 يلا مش مشكلة. وزيرو 2 مع البي هتروح الزيرو، وزيرو 1 2 مع الاي لوب ومع البي للزيرو 2. هلا نحدد الفاينل ستيت Q02 Q0 Q1 Q2 exactly. فهون هنلاقي انه هدول المفروض يكونوا equivalent او بكون حلنا غلط، لازم الحرف الاخير قبل الاخير يكون ايه. مش الأخير، قبل الأخير دائما لازم يكون عندي إيه. فلاحظوا هون لوب على الـ A بعدين B بعدين B. أوكي مستحيل تقدر إنك تعمل string مثلا B B B B لوب هون ما بوديني أي محل. أو أعمل على سبيل المثال B B A ب ب مستحيل، لازم الحرف قبل الأخير دائما يكون عندي إيه. ب ب لوب هون إيه بعدين ب ما في عندي ب تاني، ب هاي ما قدرت أعملها كونسيوم فرجكتد. لا سوري بعملها كونسيوم عادي بتوديني على وين على كيو زيرو. يعني بي بي اي بي بي هتوديني وين على كيو زيرو. هي عندي بي بي اي بي بي تمام يا شباب. كله تمام دكتور. تمام فلما تجيك مرات لغات فيها شوية تعقيد صعب دايركت، هاي الهدف من الـ NFA، صعب دايركت إن أروح أمشي وأرسم DFA. لكن لما أنا أجي أحكي لك على سبيل المثال هاي اللغة أشرح لك إياها أقول لك WAV، سهل جدا هاي WAV تروح تعملها NFA، سهل جدا. أنا بدي أروح أعملها NFA، موضوع سهل جدا. W هي عبارة عن لوب بالA أو الB بعدين A بعدين الـ V إما A أو B. الرسمها straight forward، هاي الـ W هاي الـ A وهاي هون إما A أو B. لكن تخيل هاي بدي أروح أعملها DFA direct، it's not easy task. فالـ NFA الهدف منها انعملت عشان تسهل رسمة الـ DFA. بعد عنده أي سؤال يا شباب؟ طبعا دكتور ما في أي مجال مثلا أنه تتحول مثلا الـ NFA للـ DFA؟ يعني ناكس إحنا بنحول الـ NFA للـ DFA، عفوا الـ DFA الـ NFA للـ DFA، ما بنقدر نحول من الـ DFA للـ NFA؟ بس للمعلومات هلا اي DFA بعتبرها NFA، يعني هاي DFA بعتبرها NFA. طيب مثلا بالشكل الصعب هذا مثلا انا بدي اضطر اطلع اللانجوج مثلا تبعتها من الـ DFA مثلا اللي احنا طلعناها، مثلا ممكن بدي اضطر احول الـ NFA عشان تتسهل علي الامور. لا 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 ما في شيء انه يروح يسهلها يختصر قصدك. ما في شيء ما في شيء اسمه تحويل DFA NFA، لأنه DFA هي نفسها أصلاً هي بعتبرها NFA. لكن في تحويل من NFA إلى DFA أضيف عليها القيود تاعيتي بتصير DFA. بس هاي عشان تقدر to expect إيش اللانجوج تاعيتها بدك تجيب strings تجرب، يعني trial and error. في طريقة تانية هنأخذها
بمسك هاي الدي اف اي وبحولها لإشي اسمه regular expression. تمام؟ تمام. لإشي اسمه regular expression. regular expression معطيني إشي زي هيك تقريبا يعني. هلا حناخذ later on بس ناخذ regular expression في procedure بحول لي. تمام؟ بسموه state reduction procedure. state reduction ظل اعمل ريموف للستيت واحول بيطلع معي في الاخر شيء زي هيك ريجولار اكسبريشن. في احد عنده اي سؤال يا شباب؟ طيب ناخذ حضور من اعمل داونلود اتندنس ليست.